بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الزمالك والحكام المصريين، يعني هل هنشوف حكام مصريين لنادي الزمالك في مباراة المصري اللي هتتلعب يوم الخميس؟ كانت المفروض هتلعب تقريبا الساعة 8 مساء وتقدمت للساعة 5:30 مساء تقريبا بناء على طلب نادي الزمالك علشان يلحقوا يستعدوا لمباراة حسنية غدير اللي هتلعب في ملعب الجيش بالسويس. وكنا زي ما سمعنا، وانا اتكلمت في خبر عن الموضوع ده امبارح في فيديو، عن ان نادي الزمالك او اتحاد الكرة راح بعت مندوب عشان يصرف الشيك اللي بعته مرتضى منصور للاتحاد بخصوص حكام مباراة سموحة، الحكام الحكم البرتغالي اللي حكم مباراة سموحة وحسب ضرب الجزاء لنادي الزمالك. المندوب راح البنك اتفاجئ بعدم صرف الشيك. في بعض المواقع، وانا قلت على لساني امبارح ان بعض المواقع قالت ان ما كانش في رصيد في الحساب، قالوا الحساب بدون رصيد. النهارده اتكلموا قالوا هو فعلا الشيك ما اتصرفش، لكن بسبب ان في حجز على ارصده نادي الزمالك. وطلع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره قال لك ان مرتضى منصور بعت 25,000 دولار كاش، 25,000 دولار. قبل كده مرتضى منصور طلع قال لك انا بعت 20 اشيك ب 20,000 دولار، وكله اتكلم 20,000 دولار. ثروت سويلم طلع قال لك 25,000 دولار. هم 25 ولا 20 ولا ايه؟ مش فاهمين اي حاجه. وحصلت أزمة يعني. وبعدين السؤال هنا، هل مرتضى منصور راجل عضو برلمان، راجل محامي، مش عارف إن حصيلة نادي الزمالك محجوز عليها، ولا هما بيلعبوا مع بعض اللعبة؟ مرتضى منصور بيلعب اتحاد الكرة يعني؟ ما أنت عارف إن حصيلة نادي الزمالك محجوز عليها. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عارف الموضوع ده، يعمل لهم شيك على حساب نادي الزمالك ويروح يصرفه، يقول لك لا ما ينفعش حجز، ما ينفعش صرف من حساب نادي الزمالك. طب ليه بيكتب الشيك من البداية؟ ده أولاً. ثانيا، مباراة نادي الزمالك والمصري زي ما قلت لحضراتكم اللي هتتلعب يوم الخميس، ثروت سويلم واتحاد الكورة ادوا مرتضى منصور ونادي الزمالك مهلة 24 ساعة هتنتهي عصر الثلاثاء النهاردة الثلاثاء، يعني عصر النهار ميعاد او اخر مهلة لمرتضى منصور علشان يبعت فلوس حكام مباراة المصري لو هو عايز حكام اجانب. بعد المفروض بعد الميعاد، بعد يعني الميعاد اللي حددوه اللي هو عصر الثلاثاء، لو بعت الفلوس مفيش حكام اجانب، ممكن بقى يجيبوا له حكام عرب. هو قال لك انا عايز حكام اجانب، ولا هل ممكن نشوف حكام اجانب رغم ان مرتضى منصور ما دفعش؟ هل ممكن نشوف؟ ما هو يعني هم لسه بيقولوا النهارده، بيقولوا النهارده الخبر ساره سليمان لسه باعت كاش مرتضى منصور حكم مباراه سموحه اللي اتلعبت من اسبوع. طب يعني كده ممكن حد في الاتحاد يدفع لمرتضى منصور على مرتضى منصور ما يجهز نفسه ويبعت يعني الشيك او يبعت الفلوس كاش؟ مش فاهم. اتكلموا في الموضوع ده النهارده. انت بتقول انا عايز حكم اجنبي، انت كمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مش عاجبك الحكام المصريين، وقلت انهم عملوني والحنفي ومش الحنفي، وانا مش حكام مصري، وانا هعمل زي تركي آل الشيخ وبيراميدز ومش عارف ايه، وهجيب حكام اجانب لاخر الموسم. ولا بقول لك ايه شخل لجيبك يعني؟ يعني طلع فلوسك وادي الاتحاد، حط رصيد لنادي الزمالك تحت حساب بند حكام اجانب. اعتقد ان تركي آل الشيخ عامل كده، مش كل مباراه تركي آل الشيخ بيبعت لهم شيكات يعني. اعتقد ان هو فاتح حساب في التح... ممكن يكون فاتح حساب في اتحاد الكوره يعني، حاطط رصيد تحت حساب الحكام الاجانب. مرتضى منصور ما يعمل كده طالما انت، انما احنا كل مره هنطلع بنفس القصه. المره اللي فاتت قال لك ما دفعش والشيك عليه مشكله، لا ما صرفناش، لا في حجز على الرصيد، لا مرتضى منصور بعت لنا فلوس كاش. المره دي في ايه؟ قال لك بقى ممكن يبقى في حكام مصريين لمباراه المصري الجايه لو مرتضى منصور ما بعتش فلوس خلال المهله المحدده. وقال لك في حكمين ممكن يكونوا مرشحين، امين عمر ومحمد معروف، ده لمباراه نادي الزمالك. ده بخصوص مرتضى منصور واتحاد الكره والحكام. اما بالنسبه لمباراه النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم كان خاطب اتحاد الكره علشان زياده عدد جماهير النادي الاهلي، وقال لك التذكره ب 10 جنيه والكلام ده كله علشان تحفيز الجمهور النيسان النادي الاهلي، وعايز ملعب او ساد برج العرب يكون مليان عن اخره لمؤازره فريق النادي الاهلي امام صن داونز في مباراه العوده اللي هتتلعب يوم السبت القادم ان شاء الله. واتحاد الكره قال الموضوع مش بايدينا، الموضوع في ايد الامن، وفي كلام ان في رئيس مجلس اداره النادي الاهلي محمود خطيب في بيحاول يجتمع بوزير الداخليه علشان يسهل الموضوع، يبقى في عدد اكبر من الحضور. طلع برضه ثروت سويلم قال لك ان ممكن يكون اقصى حد لجماهير النادي الاهلي 30,000، يعني قال لك هو هيزيد عن 10,000، ممكن ربما يصل الى 30,000. هل 30,000 ده كلام نهائي ولا في زي ما احنا كنا سمعنا 60,000؟ وهل
او زي ما سمعنا ان الاستاد هيكون ممتلئ عن اخره. اما بالنسبه لتصريحات اعضاء اتحاد الكوره ثروت سويلم او عامر حسين، زي ما احنا عارفين كلامهم كله متضارب، مره يقول لك هنلعب هنا زي ما قبل مباراه الاهلي والاتحاد، لا هنلعب في البرج العرب، لا واحد فيهم يقول لك هيلعب في الماكس، واحد يلعب هنلعب في برج العرب، في الاخر يعني في تصريحات متضاربه. ما احناش عارفين لحد الان ايه وضع جمهور النادي الاهلي في مباراه صن داونز. في حاجه بقى، حاجه بعيدا عن الكوره وهي خاصه بتركي آل الشيخ يعني، بس هي تركي آل الشيخ الفنان، تركي آل الشيخ بتاع الكلمات يعني. في اغنيه نزلت لعمرو دياب جديده، انا من الناس يعني اللي بحب عمرو دياب الاغاني القديمه لعمرو دياب يعني، مش الحديثه ما بتساونيش، لان كلماتها ما تحسش انها مفهومه يعني، كلمتين وبس والمزيكا غالبه وهو ما فيش كلمات، الاغنيه دقيقتين كلمتين ويرجع يعيد الكوبليه تاني والقصه. ما علينا من قصه عمرو دياب، اغنيه حلوه واغنيه كويسه مش هنتكلم فيها، نازل اغنيه جديده اسمها مش عارف ما اقدرش عن النسيان حاجه زي كده. المهم ان مؤلف الاغنيه تركي آل الشيخ. عمرو اديب في برنامج الحكايه اللي بيقدمه على الام بي سي النهارده قعد حوالي مثلا 10 دقائق يتكلم عن، انا ما شفتش عمرو اديب قبل كده بيتكلم او بياخد الفتره الممدوده دي الطويله دي في الحديث عن الاغاني. كلم عمرو دياب ومش عامل اغنيه كلماتها وكلماتها مؤثره وفيها شجن وقصه حب، كلماتها رائعه، كلماتها جميله، قصه حب بين اتنين، واحد بيتكلم واحده بترد عليه، واحد مش عارف ايه، كلمات معبره، كلمات فيها لمحه حزن، كلمات مش عارف ايه. ليه؟ اكتشف ان الكلمات بتاعت مين بقى، اما حطوا يعني قال لك هنزل اغنيه وحطوا كلمات تركي آل الشيخ، وانت يا عم عمرو اديب وانت النهارده بتتكلم يعني بتعلق عمرو، وبعدين يقول لك ايه عمرو دياب متالق في السنتين الاخرانيين، ما هو ما حدش يعني اشتغل مع تركي آل الشيخ في السنتين الاخر، اخر سنتين عمرو دياب او اخر سنتين عمرو دياب اشتغل فيهم مع تركي آل الشيخ، يعني عمل فيه مش عارف اغنيه او اغنيتين او ثلاثه، ف ويقول او يمكن اكتر يعني، انا مش متابع يعني اعمال تركي آل الشيخ يعني. وعمرو دياب متالق في السنتين الاخرانيتين يعني، من وقت مثلا لما تركي آل الشيخ اتعامل مع عمرو دياب، فشيء يعني من مش عارف اقول عليه، شيء غريب يعني من عمرو اديب. عمرو اديب لازم يعني يتكلم ويدي تركي آل الشيخ كلمات وعادي كلمات الاغنيه وكلمات عادي دقيقة كده يتكلم ويمدح في كلمات الأغنية، أتحدى لو هو حفظ كلمتين من الأغنية. أما بالنسبة لجماهير النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم كان في هاشتاج اسمه افتحوا لنا التتش للدعم، وحاليا متصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر في مصر رقم واحد، هاشتاج رقم واحد في مصر. والناس اتكلموا على، هناخد مع بعض كده بعض التعليقات السريعة من جماهير النادي الأهلي على الهاشتاج ده لتحفيز لاعبي النادي الأهلي. احنا محتاجين 11 مقاتل في الملعب فقط، والنتيجه دي بتاعت ربنا، افتحوا لنا التتش للدعم. يعني بيتكلموا يعني طالبين لعيبه النادي الاهلي تادي اداء رجولي في المباراه، اما النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب المجتهدين، اجتهد واتعب وربنا سبحانه وتعالى هيكافئك. انا واحد عادي حبه ظاهر في الهتاف، معلش مملكش الا صوته وقلبه عمره ما خاف، افتحوا التتش للدعم. احمد قال معاك يا اهلي ودايما وراك متفائل، افتحوا التتش للدعم. يا ناس حرام عليك، افتحوا التتش للجمهور عشان اللعيبه تحس بمسؤوليه، افتحوا التتش للدعم، شدوا حيلكم شويه، افتحوا التتش للدعم. ده كل الكلام ده موجه للعيبه النادي الاهلي، لكل اهلاوي افتحوا التتش للدعم. احب اقول لك بس احنا مش صحاب، انا بحبك، افتحوا التتش للدعم. هي يمكن هنا بتقول للنادي الاهلي ولا هي بتوجه رساله شخصيه كئيبه، ما اسم شخصيه كئيبه. سيد سعد قال لابد ان نستعد لريمونتادا لاننا الاهلي افتحوا التتش للدعم. مصطفى كتب وقال مش عايزين نغلط غلطه كل مره، لازم نقف جنب اللعيبه ونساندهم حتى لو خرجنا من البطوله، لازم نقف وراهم لسه في الدوري والكاس، قبل ما تهاجموا اللعيبه ادعموهم، افتحوا التتش للدعم. والله كلام رائع يعني. محمد محمود افتحوا التتش للدعم، جمهور الاهلي بجد هيروح يوم السبت، يوم السبت عايزين رجاله من غير جمهور، استحاله، مفيش معلش افريقيا في التتش، والله نقدر، خلونا نحضر. محمد محمود افتحوا التتش، هتافات جماهير الاهلي، افتح الاستاد حته حته، جمهور الاهلي هيجيب السته، سته مش كتير، واسالوا بيبو وبشير، جمهور الاهلي واثق فيكم، 6-0 سهل عليكم، يوم السبت مفيش بديل، افريقيا يا الرحيل يا خطيب، افتح التتش يوم السبت، مفيش معلش، انت تقدر معاك يا اهلي. ده كان بعض التعليقات على هاشتاج افتحوا التتش للدعم. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه يوم الاربعاء، اولا المقاصه لان الثلاث نقاط بتوع المباراه مهمين،
في سباق الدوري المصري ان شاء الله اللي يحصل عليه النادي الاهلي، وان شاء الله مباراه صن داونز النادي الاهلي يعدي الكبوه دي ويجيب 5 اهداف او 6 اهداف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.